ايوه يا قلب بابي، انت ما ادتنيش مصروف الاسبوع ده. عايزه كام يا حبيبتي؟ انت قلت لي الاسبوع اللي فات انك هتزود لي مصروفي. انا مصروفي 3000، يبقى هتديني كام؟ I don't know. طب خلاص يا قلب بابي، انت عايزه 3000؟ لا انت قلت لي انك هتزودهولي. طب خدي دول 3000 وخدي دي 1000 زياده. اوكي ثانك يو داري، I love you so much. انتوا طالعين تستفزوا الناس وانتوا عارفين كده وقابلين بكده، فاستحملوا بقى النقد، استحملوا التنمر. بس انا مش هتنمر على شكل جسمك وزي الناس كلها بتقول خلة السنين والبيسبول والغذاء والموضوع ده. المحتوى نفسه مستفز، اوكي؟ انتوا هتعملوا المحتوى ده هيشاركوا، اوكي، بس بعد كده هتعملوا ايه؟ يعني كلمة كل شوية بابي، واكتشفت ان ده جوزها اصلا، يعني هما اتنين اطفال. بس طريقة كلامك بابي، يعني انت كده يعني بنت ناس قوي، يعني انت كده واو. و3000، طب هو يعني ال 3000 دي يعني فلوس الراجل، عهدة يعني الراجل واخدهم من مكان تقريبا عمال يلف بيهم في كل الفيديوهات. فالفلوس دي يا ابني هتعرف ايدك، مش هتعرف تعمل فيديوهات تاني بعد كده، العهدة هتروح منك. وكل شوية بابي يا بابي، وين ايه الرياكشنات دي؟ انا خفت، يعني انا اكتر حاجة هتنمر عليها الضوافر دي حوافر، يعني شكلها مش لايق خالص على الكاركتر بجد، فظيع. و3000 جنيه اللي بتاعت ايه كل اسبوع؟ طب يا ابني غير الديكور بتاعك، يعني اصرف على الديكور شويه، باين اللوكيشن قوي اللي هو فعلا، يعني مش الناس الواو قوي اللي عايشين في قصور عشان تاخد 3000 جنيه في الاسبوع ومش عاجبينك. فهو المحتوى كله مستفز، فيعني بجد يعني ارحمونا شويه. وجريده الوطن بقى وجريده اليوم السابع بقى خراره تاني، قلنا خراره بتنقط في الفيديو اللي فات، فارحمونا شويه.